مشاهدينا اهلا بكم. وفي هذا الاثناء معنا الاخت زهرة. الاخت زهرة كتخدم في قهوه، عندها 5 ديال الوليدات، هي المعيل الوحيد ديال العائله ديالها، يتيمه الابوين، وقع لها مشكل كبير. حاليا هي كتعيش حاله تشرد، كتعيش في وضعيه الشارع. غنعرفوا شنو هو المشكل اللي عندها، ونتمنوا يا ربي كل شيء يتضامن مع الاخت زهرة، لان صراحه الحال ديالها صعيب وصعيب بزاف. السلام عليكم اختي. كنتي كاريه صالون وتوليتي في الزنقه؟ توليت في الزنقه، طلعت لي كل شيء ملطر، طلعت لي حوايجي. واخا عاودي لينا شحال وانت كاريه؟ بشحال تفضلي؟ 3 سنين وانا كاريه عندها. وكنخلص لها الواجبات ديالها، كون اشهر فيما الواجبات ديالها ديال الكرا وديال الموطو وكل شيء كنخلصوا ليها. شحال كيتقام عليك في الشهر؟ الموطو كيتقام عليا ب 4000 ريال، والكرا 26، يعني 30000 ريال. 30000 ريال باش كنخلص ليها كل شيء. عايشه انت وخمسه الوليدات؟ عايشه انا وخمسه الوليدات ديالي. وكندير كنخدم في قهوة سربايه، وكنخدم ميناج بجوجو. ماشي الله مسكينه، يلاه باش نيقتني هادشي على حساب وليداتي. ودابا ملي خلصت نهار الحد، نهار الاثنين دخلت عليا السيد، قال لي حتى انا راهنا ليا، خرجي ليا. كيفاش دخلت عليك السيد؟ قلت لي، قال لي راه انا راهنا ليا الصالون. بغات تدخل سيد اخر يسكن معاك في الصالون؟ لا، قالت لي خرجي انت. قلت لها ردي لي فلوسي. قالت لي لا ما نردلكش الفلوس، ما عطاتيني حتى حاجه، انا كراتني في كل شيء. قالت لي ما عطاتينيش فلوسي. ملي بقيت انا شاده فيها قلت لها تردي فلوسي ونخوي لك، ما بغاتش تعطيني فلوسي، حيت انا ما عنديش باش نكري من غير هذوك الفلوس اللي عطيت. انا كنا شهر كنجمع فلوس ديالك، راه كندير بحال دابا كنا مره كنحيد شويه باش نخلص لك، راه ماشي وكندير الصير ديال ولادي والمدرسه ديالهم وكل شيء، حيت عندي يوميا عندي 30 درهم ديال الترونسبور ديال ولادي ديال المدرسه، عاد الكرا وعاد الموطو وعاد صروف هذا الشيء. يلا مكافيه مع الوقت. يلا مكافيه مع الوقت. وفي الاخر مشات خلات لي، قالت لك غندير شرع يدي. قالت لي غندير شرع يدي. ملي دارت شرع يديها راه هزات الحوايج دارتهم البارح في الكاميو وحيداتهم ليا. وملي جيت البارح كيفاش هزات؟ خبات لك البيت الصالون كامل؟ خبات لي الصالون وبدلات القفل وهربات. وملي مشيت درت شكايه وداك الشيء كلشي جا البارح. لا بعدا قبل الشكايه انت ملي جيتي لقيتي صالونك خاوي ودارك خاوي؟ لا، ردت الشكايه قبل ما تخوي لي الصالون. نعم درت الشكايه قبل، حيت كانت كتهددني ودرت الشكايه. ملي درت الشكايه قال لي البوليس تتقرب لك. ملي جيت لقيت الصالون ديالي كلشي ما بقى فيه حتى حاجه، تخوى وبصدمتي. تصدمت تخوى، ما لقيت فيه والو. البارح ملي جيت عندهم كيبكي قال لي غدا جي مع تسعود. على اليوم مشيت عندهم اليوم مع تسعود، جاو كيقلبوا عليها قلبوا عليها الدنيا كامله ما لقاوهاش، وباقي هي دايرين لها لو شيرشي. ما خلات لك حتى شي حاجه؟ شنو دات لك؟ دات لي التلفازه، دات لي كلشي موعد ديال كامل ديال سميتو، دات لي الشكير ديال ولادي وراقهم وحوايجهم كلشي خلاتهم، والو ما عندهم ما يلبسوا، هادشي اللي لابسين دابا فقط. ودابا الاثنين المدرسه ما عادش الدراري باش يمشيو، لا كتوبه لا والو. ما عندهم لا كتوبه لا والو باش يمشيو. وهاد السيده ما رحماتك، ما عندهاش الحق اصلا دير هادشي، ولكن على الاقل تشوفي في وجه الدراري الصغار. كتعرفش هي داكشي، ما كتعرفش، ما كديرش في وجه الدراري الصغار، حيت ما عندها هي اصلا اكيد دير كلشي اللي كيكون كيتكمي داكشي كامل، ما عندهاش هي داكشي باش، ما عندهاش احساس، ما عندهاش الاحساس. هو ما كاينش علاقه بواحد كيكمي ولا ما كيكميش، وانا ما نقول الاحساس ما عندهاش، يعني هي كاريه لك بلا رواسب. كاريه لي بلا رواسب، بلا رواسب كاريه لي بلا رواسب. سنين يعني راه كتهرب من الضرائب. 3 سنين هذه باش كاريه لي بلا رواسب. نعم. راه بنتي كبرت تماك، هذه راه عندك كبرت من الصغيره كبرت. شتتي دابا كتحسي الشملك تشتتي؟ شتت وبقى عندي فين كان بيت انا ولادي في القهوه، مره في القهوه مره جالسين حتى يصبح الحال، كنا مره اش كنديروا. دابا هادي 4 ايام وانتم معايا في الزنقه. لا كان في الزنقه، ونهار دابا خصهم يقراو، ما خصني فين نسكن دابا، راه ما عنديش فين نسكن، ما عنديش انا فلوس باقي ما جا مع حتى حاجه. الا بغيت نجم خصني طر الشرع نجم فلوس الكرا. يعني حتى فين تمشي ما عندكش مسكينه امكانيات؟ لا ما عنديش امكانيات باش تكري دابا. العائله ما عندكش؟ كاين حتى واحد عندي هنا انا. الوالدين الله يرحمهم. مات الله يرحمهم بجوجهم، لا امي لا با، كلهم ماتوا. ما عنديش الوالدين، كون عندي الوالدين راه ما غاديش نوقع فيها بهذا الشيء، غنمشي ونخليها. وانت اللي كتصرفي على هاد 5؟ انا اللي كنصرف عليهم، انا اللي كناكلهم، انا اللي كنشربهم، كل شيء كلهم انا اللي كناكلهم، انا كنشربهم، انا كنكسيهم، انا كنصبطهم، انا اللي تلفات بك الوقت. تلفات بيا الوقت، ما بقيت عرفت اش غندير. البارحه بكيت تاعي صافي وسكت، قالوا لي سكتي سكت صافي، عندي ما ندير. انا بغيتها حقي، بغيتها ترجع ليا، باغا انا غا حقي وترجع ليا حقي، ما بغيت حتى حاجه. بغيت حقي، بغيت حوايج وليداتي، وبغيت الكتوبه ديال ولادي باش يرجعوا من دراستهم. صافي هادشي اللي طالبه، طالبه ترد ليا فلوسي، هادشي اللي طالبه منها، طالبه منها حتى حاجه. ديالك ترجعوا لي؟ ديالي بغيتها ترجع ليا، ديالي انا، الشهر التسبيق والشهر اللي عطيتها، حيت ضروري كتعطي الشهر التسبيق، الشهر التسبيق والشهر ديال الكرا اللي عطيتها، انا ما زدت عليها حتى حاجه. وهاد الوليدات مساكن هكا حفيانين بالصنيدله، دات لهم تصبيبطاتهم كل شيء. دات لهم كل شيء. داكشي باش خرجتهم الصباح كنا غاديين باش نديروا كيلعبوا، ولحت كل شيء داكشي وخلاتهم. الدريات اصلا ما كنحطهم عند واحد المرة شداهم ليا،
جوجو الدراري كيكون عين مع الدراري كنخليهم. هادشي اللي كاين. انت جيتي لقيتيه؟ هادشي اللي كاين. كان عاشك اللي ضربه عليه تماره مشى. كلشي مشى. بقيت الله كريم دابا بقيت ما عندي حتى حاجه. راه في القهوه جابوا لي الدريات شي موانط وداكشي باش نفرشهم، راه هما اللي فرشت فقط. جوج موانط اللي فرش نفرش عليهم من نيل الدس. ونتمنى بخير باذن الله تعالى. اذا كيف سمعتوا معنا مشاهدينا، الاخت زهره حاليا مازال كتعيش في وضعيه الشارع، حاليا مازال كتعيش الماساه. انا بعدها صراحه تفاجات كيفاش على حسابي لك الكلام ديالها. صحيح ان مولات الدار تجرا وتحل الباب وتحيد الفراش وديه معاها والحويجات ديال الدري الصغار وشكل الكتوبه اش غدير بهذا الشيء، وفي الاخر تبدل القفل وتخلي اسره باكملها، اسره خمسه الوليدات وام، راه هي باهم وهي امهم بوحدهم، تخليهم هكاك الله كريم في الزنقه. نتمنوا يا ربي ربي يدير ليهم فرج خير. الجيران عارفين هادشي، عارفين هادشي، عارفين نزلت لي حوايجي وعارفين كلشي. الجيران كلشي هادو كلهم شهدوا ضدها، كلهم اللي مول شهدوا ضدها. راه شتي قبيله كانت كتهضر معايا المراه، نعم. كلهم شهدوا ضدها ونتمنوا ليها خير. حنا متاكدين ان السلطات غتقوم بالواجب ديالها، وكيف قالت راه جاو جوج مرات كيقلبوا عليها ما كيلقاوهاش. واليوم نتمنوا كذلك من المحسنين، حنا ما غنقولوش الواجب وانما غنقولوا من فضلهم انهم يتعاونوا مع الاخت زهره غير باش تجمع هاد الوليدات في شي بيت، لان على حسب القول ديالها حتى دوك البركه اللي كنديرها في الدار ديال الفلوس راه مشات ليها، ما بقى عندها والو. داكشي ضربات عليه تماره مسكينه، وتهي فرشات الصالون وقالت الحمد لله راه عندي واحد المكان فين كان وابي انا وليداتي، راه ما بقاش عندها. نتمنوا يا ربي المحسنين يدخلوا على الخط. غتلقاو مشاهدينا العنوان في التعليق في الرقم الهاتف، العنوان كذلك في اول تعليق على وجه هاد الوليدات. راه ما عندهم ما يلبسوا، ما عندهم لا صناد لا حتى شي حاجه، الشكير ديالهم ما عندوش، ما عندهمش نهار اثنين المدرسه، الكتوبه، الدروس ديالهم، حتى حاجه ما عندهم. نتمنوا خير باذن الله تعالى، ونتمنوا الضرب من حديد المثل هاد الناس اللي كيقوموا يعني كيحقروا. ملي كنشوف واحد السيده كتجرأ وكتهجم على الدار ديال واحد السيده ودي ليها حوايجها، يعني على حساب اللي قالت، حنا كنمشيو على حساب هادشي اللي قالت، هذه كتولي جرأة، كتولي حقرة، يعني حقرات هاد السيده، ما رحمتهاش، ما اتقتش فيها وجه الله. نتمنوا يا ربي دائما كيف قلت الضرب من حديد على اي واحد كيقوم باي تصرف اللي هو كيأدي به الطرف الثاني. ونتمنوا كذلك النداء يوصل للمحسنين، وان شاء الله تنعم بواحد المأوى اللي تكون فيه هي ووليداتها. ما بقى لي مشاهدينا، ندعوكم دمتم في امان الله، الى اللقاء.